أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لحضور حفل تخريج الفوج الرابع عشر من طلبة البكالوريوس بجامعة AMA الذي أقيم برعاية سموه بحضور سعادة السيد أمبيل إغليوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون الرئيس الفخري لمنظومة AMA التعليمية رئيس جامعة AMA العالمية وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وأولياء أمور الخريجين. وقد نقل معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تهني وتبركات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الخريجين وعائلاتهم بهذه المناسبة السعيدة وتمنيات سموه لهم باستمرار النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية. وأكد أن الحكومة برئاسة سموه تضع القطاع التعليمي في صدارة أولوياتها لما لهذا القطاع من دور هام في إعداد أجيال لديها من العلم والثقافة ما يمكنها من الإسهام في صناعة حاضر ومستقبل الوطن. وأضاف أن مملكة البحرين لديها تاريخ عريق في مجال التعليم واستطاعت أن تحقق خلال السنوات الماضية قفزة هائلة في عدد من المنشآت التعليمية الحديثة والمتطورة، كما أنها نجحت في تطوير المناهج التعليمية لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات عملية وتنموية، وتشهد المملكة في ذلك مختلف المجالات. وأشاد معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بدور جامعة AMA في تطوير منظومة التعليم بمملكة البحرين في ظل ما تحظى به من كوادر أكاديمية وإدارية ذات كفاءة وخبرة مشهود لها إقليميا ودوليا، وتوجه بالتهنئة إلى الخريجين على تفوقهم وما أبدوه من حرص على الوصول إلى أعلى مراتب الإنجاز التعليمي، داعيا إياهم إلى استثمار هذا التفوق في كل ما يرتقي بالوطن على المستويات كافة. من جانبه أعرب سعادة السيد أمبيل إغليوس عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه لحفل التخرج سنويا، وهو ما يؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام بالقطاع التعليمي باعتباره المحور الأساسي لنهضة الدول والشعوب، مشيدا بما تقدمه حكومة البحرين برئاسة سموه من دعم ومساندة للاستثمار الخاص في مجال التعليم. ومن ناحيته أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي تأتي في إطار اهتمام سموه وعنايته الدائمة بالمسيرة التعليمية وحرصه على الارتقاء بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تعليمه وتدريبه بما يمكنه من الإسهام في مسيرة التنمية التي يشهدها وطننا العزيز في شتى المجالات. وأكد اهتمام مجلس التعليم العالي بكل ما من شأنه النهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التطويرية، ومن بينها التعاون بين مجلس الاعتماد البريطاني لتنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، والتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية لتنفيذ برنامج التطوير المهني لأعضاء هيئات التدريس. وأعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تهاني وتبركاته للخريجين والخريجات وأولياء الأمور وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.